يسرنا أن يكون معنا أحد الشباب الذين أخذوا على عاتقهم في تطوير هذا الموقع، المهندس عدي القروم. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا هلا فيك. يسعد صباحكم من كرك التاريخ والمجد، كرك صلاح الدين. شرفتونا، ومن هذا المنبر التلفزيون الأردني بحب أصب على جلالة سيدنا وولي عهده الأمين بمناسبة هذه السنة الجديدة. الله يجعلها سنة خير وسلام علينا، ويكون الأردن بأحلى حال وبأحسن حال في الأيام اللي جاية بفضل رب العالمين. مهندس عيد، تحكي أمدي، تحكي لنا عن هذا الموقع، وأنتوا يعني شباب من محافظة الكرك، أربع شباب يعني اجتمعتوا من أجل تطوير هذا المكان الرائع الذي يطل على هذه القلعة العريقة. تحكي لنا عن من أين بدأت فكرة هذا المشروع؟ أول إشي بدأت فكرة هاي المشروع من إنه دعم السياحة الموجودة في محافظة الكرك. يعني السياحة في محافظة الكرك كانت مهمشة، السياحة في محافظة الكرك تكاد تكون معدومة، زائرين ما في، سواح ما في. فكنا يعني زي ما بتحكي قصتنا، صارت انه مثلا شفنا هذا الصرح، هذا المعلم مهجور بدون اي مقومات السياحة فيه. فإحنا ارتئينا أنه هذا هو تابع لمؤسسة إعمار الكرك، فكان نزل عليه على عطاء لمؤسسة إعمار الكرك. فإحنا قدمنا أنه الشباب، والحمد لله فضل رب العالمين أخذنا الأفضل. العرض الفني كان، إحنا عرضنا الفني هو اللي كان زي ما بتحكي هو اللي جاذبهم لهذا، لأن كمستثمرين ففضل رب العالمين إحنا عدنا صيانته كاملة وعادة تأهيله لتطبيق رؤى جلال سيدنا في دعم الشباب ودعم السياحة ودعم الاقتصاد وتمكين فرص العمل. وإحنا كانت نعم نتحدث عن يعني فرص العمل، يعني قديش وفرتوا فرص عمل لعاطلين عن العمل في هذا المشروع؟ والله إحنا لحد اللحظة هاي وفرنا 22 فرصة عمل لشباب أردنيين على كافة المستويات، على كافة من حملة الشهادات البكالوريوس والماجستير من جميع الفئات. وتطلع كمان لقدام إن شاء الله، إن من هنا لشهرين ثلاثة راح توصل عدد فرص العمل لـ40 فرصة عمل بس بافتتاح موسم الصيف إن شاء الله. وإحنا كل اللي هدفنا مش مادي، ولا هدفنا معنوي، إنه ندعم السياحة في الكرك ونكون لها أثر، إن الأثر الإيجابي في محافظة الكرك. يعني لما يجي السائح من برا، إن كان من خارج الأردن أو من داخل الأردن، يزور هذا المعلم، يتفرج على إطلالة قلعة الكرك، بانوراما الصوت والضوء، يتفرج على الصوت، يتفرج على الضوء اللي إنارة القلعة الكرك. وإحنا بنشكر كمان كل اللي ساهم معنا في وقفتهم معنا معنويا، اللي هم معالي العين جمال السرايري، وكل شباب الكرك وكل وجهاء الكرك اللي دعمونا معنويا وكانوا واقفين معنا في أيام افتتاحنا، لأنهم هم كانوا يعني تحس إنه غيرة الكرك موجودة فيهم في دعم الشباب، في دعم بتحسوا. يوم الافتتاح إحنا كان يوم الافتتاح إنه مميز بفضل رب العالمين، إنه كل كان مبسوط، الكل مكان مبسوط في هذا الصرح من الصغير للكبير، إنه شاف إشي جديد في محافظة الكرك بخص موضوع السياح. تحكي لنا عن برنامج الضوء والصورة، يعني المدرج الموجود في البانوراما، ويعني كل زجاج اصلا اللي يجلس في هذا المكان يعني يشاهد مدينة الكرك. فتحكي لنا عن برنامج الصوت والضوء، كيف يعني ممكن انه يستمتع فيه المشاهد هنا؟ برنامج الصوت والضوء هو عبارة عن برنامج الصوت اللي هو يعني موجود عندنا. اذا كان الزائر مش أردني يعني تحدث اللغات، في عنا برامج إحنا بترجم الواقع محافظة الكرك وتاريخ قلعة الكرك بأكثر من لغة، موجودة عنا تقريبا، عنا أتوقع الحدود من 8 لغات لـ10 لغات، بس يعني في شغالين على موضوع إنه الصيانة والبرمجة عليهم من أول وجديد والتجربة. وموضوع الضوء اللي هو إحنا من عنا من هون بنضوي قلعة الكرك كاملة في جميع الأوقات في الأعياد والمناسبات الرسمية لدعم الكرك. يعني هي بتعكس قلعة، يعني هي عبارة عن ثاني أكبر قلعة في الشرق الأوسط، قلعة ضخمة، قلعة كبيرة لها تاريخها، تاريخ الشهداء، وإحنا بنعرف إنه كل ضحى على جدران هذه القلعة. فإحنا بنكون مبسوطين في إنه إحنا ننمي هذه الفكرة. شوف، إحنا بنكون مبسوطين، نكون إحنا حجر أساس في إنه كل شاب طموح يوصل لنتائج حلوة.
في انه دعم السياح، لانه السياح عندنا وشو ما كان المشروع، كل ما كانت النتائج كويسه كل ما كان المجتمع كامل المحلي مبسوط، واحنا هذا اللي بنطمح له. وبالنسبه لبانوراما قلعه الكرك هي اصلا تشيدت يعني في عام 2003، تشيدت في عام 2003 اللي كانت عليها يعني كانت تطلع، هي زي ما بيحكوا احنا بنحكي بتطلع درجات، بتطلع درجات فتره من الفترات تراجعت، فاحنا ان شاء الله قطعنا عهد على نفسنا جميعا بدون استثناء انه نخليها في المراتب الاولى في السياحه في الاردن، ونشتغل عليها وقد ما زي ما بيحكوا بكل ما اوتينا من قوه انه نروج لها سياحيا ونروج لها داخل وخارج الاردن، وانها تكون هي عبارة عن الزائر لأي واحد برتاد محافظة الكرك. وسلامتك مهندس عدي القرومي، شكرا جزيلا لك.